اعترافا بجهوده في مجال العمل البيئي، منحت فرنسا وسام جوقة الشرف للممثل والسياسي الأمريكي أرنولد شوارزنيجر الذي استقبله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزي. وقال حاكم ولاية كاليفورنيا السابق: هناك 7 ملايين شخص يموتون يوميا بسبب التلوث، لذلك من المهم جدا أن نقلص نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة ونقلص التلوث. يمكننا القيام بذلك لأن الإنسان هو المسؤول عنها. لقد تسببنا في الفوضى والآن علينا التخلص منها. لقد قلت للرئيس بأنني سأبذل كل ما في وسعي لمواصلة الكفاح من أجل بيئة سليمة حتى نتخلص من التلوث، وأن نناضل من أجل ما أفضت إليه قمة مؤتمر باريس للمناخ في 2015. لا يهم من يكون القائد أو الرئيس أو من يحكم البلدان، المهم أن نتقدم بنجاح. وأعرب شوارزنيجر عن أمله في أن لا تنسحب الولايات المتحدة من معاهدة باريس للمناخ، وذلك قبيل أيام من انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في بون بهدف تطبيق تلك المعاهدة.